عقد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول المجاورة مؤتمره الأول تحت رعاية سفير دولة الكويت في فرنسا سامي السليمان وحضور النائبين بمجلس الأمة الدكتور عبد الكريم الكندري ومبارك الحجرف. تفاصيل أكثر في سياق تقريرنا الآتي. افتتح سفير دولة الكويت سامي سليمان في فرنسا المؤتمر السنوي العام لاتحاد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجمهورية الفرنسية ودول أوروبا غير الناطقة باللغة الإنجليزية وذلك في فندق الماريوت في باريس. والحقيقة أيضا وجودي يعبر عن اهتمام الحكومة الكويتية بدعم الطلاب وتشجيع تعليمهم واهتمامات الأكاديمية الخاصة فيهم، وأيضا يعبر عن اهتمامات حقيقة حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر صباح الله رعاه. وألقى رئيس الاتحاد عيد المانع كلمة بالمناسبة تحدث فيها عن الأهداف العلمية والتربوية التي يحرص الاتحاد على تحقيقها للطلبة الكويتيين الدارسين هنا في مختلف تخصصاتهم وحثهم على متابعة تحصيلهم العلمي في جو من التواصل والتقارب والألفة. المؤتمر هذا يتكون من كثير من الندوات الثقافية والأدبية والأكاديمية اللي يستفيد منها الطالب واللي احنا تقريبا مو موجودة عندنا في فرنسا، والحمد لله افتتحنا اليوم المؤتمر إن شاء الله برعاية سعادة السفير مثل ما قلنا، وأهدافنا إن شاء الله الاتحاد القادم بعيدا عن المشاكل والهذا أن نبث روح الفكر والأمور الأكاديمية في الطلبة. كما يهدف المؤتمر إلى إبراز حصيلة جهود الطلبة وطرح إنجازاتهم وحاجاتهم وبث الروح الوطنية لدى الطلبة وتعريفهم بمدى أهمية الحاجة إلى الارتقاء بمستوى الحوار في كافة المجالات وتحفيز الطلبة على الجد والاجتهاد في المجال الأكاديمي وزيادة التواصل الاجتماعي وتنظيم برامج ترويحية لتخفيف أعباء ومشاكل الغربة عن الوطن. تعليم شيء في اللغة والاكتساب اللغة شيء آخر، لذلك هذه الآفاق وهذه المجالات يجب أن تكون يعني نصب عين يعني الإدارة في التعليم العالي في الكويت لفتح آفاق جديدة للدراسة في فرنسا والدول المجاورة لها. السلام عليكم، أنا اسمي شيخة العنزي وأنا أدرس فرنسا، أدرس لغة ترجمة، أدرس حاليا برويان. اليوم عندنا احتفالية المؤتمر الوطني الأول الذي سيقام في عاصمة الفرنسية باريس، وسوف يقوم الاتحاد بعدة ندوات منها الندوة السياسية والندوة الأكاديمية. المؤتمر السنوي الأول لاتحاد الطلبة الكويتيين في فرنسا يجمعهم في مكان واحد من أجل أهداف علمية مشتركة لخدمة دولة الكويت. كانت معكم فرح الهاشم، تلفزيون دولة الكويت، من فندق ماريوت باريس.